السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بإذن الله. هنراجع سوا المحاضرة الأولى والثانية في فارماسي ان اس بعنوان انكزوليتكس اند سيدتيف هيبنوتيك. يعني ايه انكزوليتك؟ يعني مضادات القلق، وسيدتيف يعني مهدئات، وهيبنوتيك يعني منومات. يعني هنشتغل، هنعمل انهيبيشن للسي ان اس، وده عن طريق ان احنا هنزود تأثير الانهيبيتور النيورو ترانسميتر اللي كان موجود عندنا في البرين اللي هو جابا. طيب هل ده الميكانيزم الوحيد؟ لا، ده كمان عندنا مجموعة هناخدها هنلاقيها بتشتغل على السيروتونين، وكمان مجموعة هتلاقيها بنشتغل على الميلاتونين. يبقى مش السي ان اس الوحيد اللي هيعمل الميكانيزم بتاعنا، بس اغلب المجموعات اللي هناخدها كمان شوية هتشتغل على الجابا نيورو ترانسميتر. تمام، يلا بينا. دي الكلاسيفيكيشن اللي احنا لسه قايلينها، اللي هو الجبل هيشتغل عنها الباربيتوريت والبنزودايزبين والزولوبيدم والزولوبيلون. قلنا الزولوبيدم والزولوبيلون قايلين عليهم نون بنزودايزبين عشان مش نفس التركيب بتاع البنزودايزبين، بس كان بيقف على الريسبتور بتاعها. وده البوسويرون هو اللي كان بيشتغل على السيروتونين 1 اي بارشل اجونست، وهناخد ده كمان شويه الراميلتون ده اللي كان بيشتغل على الميلاتونين. طيب هل الجابا ليها ريسبتور؟ اكيد. قال لك اه، خدنا لها 2 ريسبتور، خدنا جابا ايه وجابا بي. الجابا ايه كان بوست ساينابتيك وكان بيشتغل على الكلورايد انفلاكس يزودها، والجابا بي كان بيشتغل على البري والبوست، كان بيشتغل على البوست التاني يشتغل على الكلورايد، فده هيشتغل على البوتاسيوم كان بيعمل لها اوت فلاكس. تمام. طيب البري هيشتغل على الكالسيوم، الكالسيوم انفلاكس. ماشي، ده بالنسبة للجابا ايه والجابا بي، مش نقطة مش مهمة قوي. طيب تمام، ندخل بقى في النقطة الأهم اللي هي الجابا ايه. ده شكل الجابا ايه ريسبتور، كان بيتكون من بنتبر اللي هو 5 جزيئات، 2A و2B، 2 ألفا، معلش عذرا، 2 ألفا و2 بيتا وواحد جاما. قال لك الجابا كان بيمسك بين الألفا والبيتا. طيب البنزودايزبين كان بيمسك بين الألفا والجاما. تمام، وعندنا هنلاقي الباربيتوريت يعني أدوية بتاعة الجنرال أنستيزيا كانت بتبقى على طول الشانل بتاع الكلورايد. ده بخصوص الريسبتور وهيئته بتبقى عاملة ازاي. قال لك وجود الجابة هنا على وجود، عذرا، وجود البنزودايزبين على بداية الشانل كان بيحفز عدد مرات إنها تتفتح. بمعنى لما البنزودايزبين بيمسك على الريسبتور بتاعها هيمسك الجاب على الريسبتور بتاعها، وبالتالي هيزود عدد مرات ان الشنل تتفتح. ودي اهم نقطة تعتبر في السلايد. بيقول لك اهو، يعني البنزودايزبين بيشتغل على ايه؟ اهم حاجة البنزودايزبين بيشتغل على الفريكوانسي، عدد مرات ان الشنل بتاعة الكلورايد تتفتح. برضو نقطة مش مهم قوي بس هنقولها، اللي هو البنزودايزبين واحد كان بيحفز السيديشن والهيبنوزس. دي اهميتها مش هنا، اهميتها في ده وهناخده كمان شويه. البنزودايزبين 2 كان بيشتغل على الانكزوليتكس والريلاكسنت افكت. تمام، يبقى اهم حاجه البنزودايزبين 1 كان بيشتغل على السيديشن والهيبنوزس مش الانكزوليتك، عشان هناخدها كمان شويه. قال لك مش بس البنزودايزبين هو اللي بيعمل فاسيليتيشن، لا ده كمان في برضو مجموعه هناخدها معانا اللي هي الزولوبيدم اللي هو كان اخوها الزالبيلون، الاثنين اللي ما كانوش تركيب بالبنزودايزبين بس كانوا برضو بيعملوا نفس التاثير. طيب تمام، احنا قلنا بقى ايه، البنزودايزبين بيشتغل على الفريكوانسي وعلى المرات فتح الشنل عشان هو موجود في البدايه كده البواب بتاعها. طيب في واحد حارس كده على مدار الشنل اسمه بربيتوريت، بربيتوريت هيمسك الشنل بقى ومش هيخليها تتقفل، هيزود المده ان الشنل دي مفتوحه فيها. يبقى البنزودايزبين الباربيتوريت عذرا هيشتغل على ايه؟ هيشتغل على الديوريشن. دي اهم معلومات، اهم معلومتين في الجزئيه دي، اللي هو الباربيتوريت ديوريشن، البنزودايزبين فريكوانسي، بنزودايزبين فريكوانسي. تمام. طيب قلنا المور باورفول، باورفول فيها بي وار، فهتبقى الباربيتوريت. ليه؟ عشان ما كانش بتشتغل على الجبهه بس، ده لا، ده كان فيها اكشنز تانية. ويعني مش مهم التعليل بتاعها قد ما مهم مين المور باورفول، الباربيتوريت، عشان سؤال ام سي كيو مهم جدا. وكمان ترو فولس، يعني يقول لك البنزودايزبين هو المور باورفول، غلط. البنزودايزبين ليس باورفول، صح. تمام ماشي، ده بالنسبه للجبر سيبتور. اول حاجه خدناها معانا بقى البنزودايزبين، وخدنا العائلات بتاعته اللي كنا مسكنينها ضيق الطويل كلاون، عشان الديازيبام والكلونازيبام الاثنين كانوا في اللونج، وقلب اللورا في النص عشان الالبرازولام واللورازوبام كان الاثنين في النص تاثيرهم انترميديت،
وثلاث ميدا صغيرين عشان الترايزولام والميدازولام كان تأثيرهم شورت. وسكمنا الفارماكولوجيكال اكشن بتاعهم في التسكيمه دي، وقلنا هنعرفها من الصوره دي بدل ما نقعد نحفظه كده. قلنا اتنين هناخدهم من العنوان واتنين من العضلات، واحد بيخدر العيان واحد اذرز. اتنين من العنوان اللي هي انكزوليتكس، وده لما يشتغل على الليمبيك سيستم ال وال انكزوليتك ليمبيك سيستم. اتنين عنوان كمان سيدتيف وبنوتك، وده لما يشتغل على البرين ستيم ممكن نستخدمها مش عارفه جسم المخ نايم او حاجه، يعني شوف التقسيمه التسكيمه اللي تناسب معاك يعني. اتنين عضلات بقى، في انتي كونفالزنت وفي ماسل ريلاكسنت. وانتي كونفالزنت يعني عضلات معروفه لما يشتغل على ايه، يشتغل على الموتور كورتكس. ماسل ريلاكسنت لما يشتغل على السباينال كورد والسوبرا سباينال. تمام. وواحد يخدر العيان له تاثير انستيزيا، واحد اذرز له تاثير ان هو بيعمل كروس تولرانس مع الكحول. لو حد عايز يتعافى من ادمانه للكحول بياخد البنزودايزبين عشان هما الاثنين بيعملوا نفس الاكشن، فواحد يحل المحل التاني فما يحصلش ويزدرول سيمتومز بتاعه الكحول. تمام. ودي وده الجدول بتاعها، احنا خلاص يعني اتكلمنا عنه. اهم حاجه بقى في الادويه بتاعتهم، الثلاث ادويه دول، الثلاث ادويه دول ما تدخلش الامتحان غير وانتوا عارفينهم. البرازولام يعني بنسبه 90% ان شاء الله جاي، يعني بيجي كتير، فلو ما جاش على حظكم بقى يبقى انتوا مختلفين. يعني البرازولام كان مور سيلكتيف في ايه، في البانيك اتاك. قلنا هيجي لك حد البانيك اتاك كده داخل ماسك قلبه، يعني خلاص اللي هو على وشك اللي هو بيحس اللي هو خلاص هيموت. فالبروزولام اهم حاجه بانيك اتاك، البروزولام بانيك اتاك. دايزابام هنستخدمه في ايه، في المصل السبستي. كلونازيبام هنستخدمه في الابيليبسي. وخلينا مع الكلونازيبام عشان هناخد دوايين، كلونازيبام اولهم بيشتغلوا على الابيليبسي، يجي لك في الام سي كيو مين اللي بيشتغل على الابيليبسي من الادويه دي، وهنلاقي كلونازيبام والدواء الثاني اللي لسه هنقوله، فهنختار ايه وبي. نركز ان في اتنين معانا في المحاضره بيشتغلوا على الابيليبسي. ده بالنسبه لاهم يعني يعني اهم ادويه في الادويه بتاعت البنزودايزبين والاكشنز بتاعتها. تمام. الادفرس افكت مهمه مهمه مهمه، وممكن تيجي لنا في الانيومريت. طيب قلنا مش هنحفظهم، مش هنقعد نحفظهم، احنا يعني اهم حاجه نفهمهم عشان تعرف ترتبهم وتسكمهم في دماغك. قلنا واحد داخل امتحان هياخد بالليل قبل ما ينام بنزودايزبين، البنزودايزبين هيبص هيبهدله اصلا، يعني هيصحى في الاول كده مرتبك ومش مركز، الكوجنيتيف فانكشن بتاعته واقعه جدا، ان هو يقدر يفكر ويحلل وكده مش هيكون عارف، زائد ان هو هيصحى اصلا الموتور سكيلز بتاعته واقعه، مش عارف يتحكم في حركاته، عنده اتاكسيا اضطراب في الحركه، الموتور سكيلز بتاعته واقعه زي ما قلنا. طيب هيدخل الامتحان اصلا مش هيبقى فاكر عشان عنده امنيزيا، وخصوصا انتوجريد. تمام. وهتاخده برضو اعتقد هتاخده امنيزيا مش متذكر، بس امنيزيا هتاخدوها يعني. ادكشن، الادكشن هيبقى خلاص هيبقى مدمن عليه، يعني خده مره واتنين هيبقى مدمن عليه، وكمان الباربيتوريت اسوأ من البنزودايزبين في نقطه الادكشن دي. تمام. لو هو مثلا واخد دواء تاني بيعمل سي ان اس ديبريسنت، فهيعمل اداتيف وهيقع مننا خالص، يعني السي ان اس هيبقى في الارض، بدل ما هو واخده عشان انكزوليتك وكده، لا ده هيعمل تاثير عكسي ليه اللي هو اكسايتمنت، خصوصا مع الشورت اكتنج. خلاص الشورت اكتنج هتخلص الاكشن بتاعها بسرعه وتقوم قلب على طول الاكشن تعمله اكسايتمنت. ويزدرول يعني ممكن كمان بدل ما هو واخده اصلا عشان انكزايتي وكده، لا ده هو الاعراض الانسحابيه بتاعته بيجي معاها انسومنيا، اللي هو ارق بيبقى مش عارف ينام اصلا. وزي ما قلنا قلت لكم الريم سليب الريم سليب والحاجات دي حاجات فيسيو اكتر، مش هيسال عليها في الفرن ما تقلقوش. واحنا قلناها برضو هنا على المايند ماب دي، استنوا اظبطها لكم اهو. دي بنزودايزيبين العائلات بتاعتها لونج والانترميديت والشورت، والمايند ماب دي هحطها لكم باذن الله، ممكن تبصوا عليها بصه سريعه هتظبط لكم الدنيا. ودي الفارماكولوجيكال اكشن اللي احنا لسه عارفينها، اهم حاجه تعرفوا التسكيمه والباقي هيجي معاكم. اهم حاجه ايه، الادويه البرازولام كلونازيبام دايزيبام تقريبا، دول اهم حاجه، الكلونازيبام والدايزيبام. استنوا دايزيبام اعتقد. نيجي للادويه تاني، معلش اهو الكلونازيبام كان في الابليبسي والدايزابام كان في المصل السبستي، واهم منهم هما الاثنين الالبرازولام. ماشي. تمام. الادفرس افكت قلنا مهمه،
يعني ممكن تحفظوها من كل حاجة كلمة كده عشان تعرفوا تسكنوها. هما كان عندنا 4 ايه، كان في امنيزيا وكان في اتاكسيا وكان هيعملوا ادمان اديكشن، وكان مع اي حاجة تانية هتعمل سي ان اس ديبريشن هيبقى في اديتيف اكشن للسي ان اس ديبريشن. وفي برضه حالة من الكونفيوجن كوجنيتيف، قلنا ايه مثلا ممكن دي تبقى بي ايه بي، وريباوند فيها بي برضو، فا اي وبي وسي اتنين سي اهو، وهانج اوفر دي لوحدها. هانج اوفر دي اللي هو برضو في معاناة اللي هو هيحصل له دراوزنس والموتور سكيلز بتاعته هتقع. فمين اللي، هل البنزودايزبين كان بيبقى معاه هانج اوفر؟ اه ده سؤال ترو فورس برضو بالنسبة للهانج اوفر. توكسيستي لسه هناخدها دلوقتي. طيب الانتيدوت بتاع البنزودايزبين كان ايه؟ كان الفلومازينين. الفلومازينين هل كان الانتيدوت بتاع البنزودايزبين بس؟ لا، ده كان بتاع البنزودايزبين والزوربيدم اللي لسه هناخده كمان شويه. الانتيدوت بتاع البنزودايزبين والزوربيدم فلومازينين، سؤال مهم جدا. طيب تمام، نرجع للداتا بتاعتنا. قلنا هو ده الادفيرس افكت، ده التوكسيستي بتاعت البنزودايزبين. هو اصلا بيعالج الارق وبينيمه، فهيدخل بقى في حاله من برونجز سليب. طول ما انت واخد جرعه يعني طول ما انت دخلت في توكسيستي فهيزود بقى السليب بتاع العيان ده، بجانب ان هو يعمل ديبريشن في الريسبيراتوري والكارديو باسكولار. تمام، قال لك اللي هو ما ينفعش ناخده مع لو السيده بترضع او كده، ما ينفعش ناخده عشان ده هينزل في الميلك. ماشي، الانتيدوت قلنا فلومازينيل، واهم حاجه في الفلومازينيل اللي هو كان انتيدوت للبنزودايزبين والزولبيدم، اهم حاجه هنستخدمه لو عيان دخل في توكسيستي من البنزودايزبين، او اننا عايزين نوقف الافكت بتاع البنزودايزبين خلاص. يعني ده احنا مدين البنزودايزبين عشان دخل عيان في اناستيزيا ودخل العمليه وخرج، وعايزين نوقف خلاص البنزودايزبين، فهنديله الفلومازينيل. الفيرس افكت بتاعها اللي هو اجيتيشن ووزرال سيندروم، يعني كلام يتعد. ماشي، يبقى اهم حاجه تشتغل على ايه؟ انتيدوت بتاع ايه؟ بتاع البنزودايزبين والزربيدم. وحلينا كام سؤال برضو ام سي كيو. قلنا البنزودايزبين كان ايه، من البنزودايزبين اللي كان بيشتغل على بانيك اتاك هتبقى البرازولين. ماشي، البرازولين. سيلكت ايه الهيبنوتيك دراج من عائله البنزودايزبين كان ايه؟ كان دايزبام. ايه الهيبنوتيك دراج؟ كان الدايزبام، وكان معاه ترايزولام عشان قلنا هيبنوتيك، كان معاها سيداتيف اللي هو بيحاول ينام، بيحاول فتراي. فلو ترايزولام كان موجود كنا هنختارها، دايزبام موجود تمام يوفي بالغرض. يعني هيبنوتيك بنزودايزبين ار مور باورفول، هل البنزودايزبين هو اللي كان مور باورفول؟ لا غلط خالص، الباربيتوريت بار بي بي ار اهي هي اللي كانت مور باورفول. جاب لك هنا ليس باورفول، في الحاله دي تبقى صح. ماشي، which of the following agent is preferred in treatment of insomnia، مين اللي كان احسن حاجه ان هو يعالج الانسومنيا؟ اللي هو الهيبنوتيك بنزودايزبين. جاب لك اي حاجه منهم زي ما لسه قايلين فايزابام وترايزولام، صح. ماشي، سواء هيجيب لك إيه اسمهم ايه او اسم العيله، يعني اللي هم فايزابام وترايزولام كان اسمهم هيبنوتيك بنزودايزبين، او هيجيب لك اسمائهم. هناخد بقى الباربيتوريت. قال لك دلوقتي البنزودايزبين بيستخدم اكتر من الباربيتوريت، وده عشان السايد افكتس بتاعت الباربيتوريت كتيره جدا جدا جدا. يبقى هو مور باورفول بس هو كمان اخطر. اتكلمنا مثلا من السايد افكت او من الحاجات اللي متعلقه بالباربيتوريت اللي كان عندها النارو سيرابيتك اندكس. يعني ايه نارو سيرابيتك اندكس؟ يعني الجرعه الافكتيف بالنسبه للجرعه اللي تعملها توكسيستي قليله. لو فرضا احنا خدنا قرص، ده بالنسبه لنا الجرعه الافكتيف اللي هتعمل التاثير بتاعها كويس جدا، زودناها بقى 3 اقراص خلاص دي الجرعه اللي هتدخل في توكسيستي. على الرغم من ان البنزودايزبين كان ممكن مثلا 10 اقراص مثلا عقبال ما يدخل في توكسيستي، فلا الباربيتوريت كان النارو سيرابيتك اندكس، وده شيء غلط، وده شيء مش احسن حاجه. ماشي، عشان كده البنزودايزبين في الحاله دي كان صفر. عرفنا برضو اللي هي مش عندها انتيدوت، وده برضو شيء مش كويس. طيب لو عايزين نوقف الاكشن بتاعها ايه هنعمل ايه؟ برضو عندها دراج ادكشن، وكمان اخطر من البربيتوريت. مش قلنا لكم، مش قلنا خطيره اخطر من البنزودايزيبين؟ عذرا، مش قلنا خطيره يعني بتعمل دراج ادكشن اكتر كمان من البنزودايزيبين، وكمان هتعمل دراج انزيم اندكشن. الانزيمات دي كانت بتقعد تكسر لنا الدراجز اللي انت بتاخدها، فلو خدت تاني دواء تاني مع الباربيتوريت تكون عارف، تكون قايل للدكتور انا باخد باربيتوريت عشان يظبط لك الجرعه،
اللي هو الجرعة يعني هتبقى أكتر شوية، عشان هو بيعمل انزيم اندكشن، بيكسر بيزود الانزيم اللي بيكسر الأدوية دي. تمام. أهم، بصوا الميكانيزم بتاع البورفيرين احنا ذكرناه في الفيديو بالتفصيل، بس الدكتور قالت أهم حاجة تعرف إن هو بيشتغل بيعمل أكيوت بورفيرين، يعني ده أهم حاجة. ماشي، فكده عرفنا الباربيتوريت. تعالوا ناخدها بقى على المايند ويف. قال لك الباربيتوريت في منها لونج وشورت والترا شورت. اللونج اللي هو الفينو طويل اللي هو فينو باربيتال، والشورت اللي هي كانت بنت قصيره بنت باربيتال، والالترا شورت كانت سايوبنتال. وقلنا بين البن اللي هيدخل في الاي في عشان نخدر العيان، فسايوبنتال كان الاي في، كان انستيزيا 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 يعني مش عارف الانستيزيا. ماشي، دي الحاجات اللي قلناها متعلقه بالباربيتوريت. لون نابل وسربيتو كونتكس، ما عندوش انه ان ما عندوش نو سبيسيفيك انتي دوت. كان في 2 دي دوز ديبندنت اوف دوز ادكشن، وكان في اي او اي يعني اللي هو انزيم اندكشن وانديوس الالاسينسيس، او ممكن الناس تعيط على الكلمه دي باكيوت بيرفري. الدكتوره اكدت على كلمه اكيوت بيرفري. طيب المانجمنت اللي لسه هناخده، اللي هو مثلا هنديله بيكربونات صوديوم، عشان زي ما احنا عارفين اصلا البربيتوريت اسيدك، فهنديله الكلاين عشان يعدلوا ويعملوا اكسبريشن. هنديله برضو يورين الكلاينيزيشن عشان يخرج بسرعه، وبعدين زي ما قلنا بيقلل الريسبيراتوري، فلازم يبقى فيه ارتفيشال ريسبيريشن. وبرضه هنعمل له غسيل كلوي عشان برضه الحاله من التوكسيستي اللي هو فيها دي. ولو دخل في حاله شوك بقى، بص يعني اي عيان شوك قدامك عبي له فلويد وادي له فازو بريسر. فازو بريسر اللي هو فازو كونستريكشن عشان يزود الضغط. ماشي، ده بالنسبه للمانجمنت. اكيوت توكسيستي بقى هيدخل لنا هايبو، هيقلل هايبو ايه، هايبوكسيا، هي مفيش اكسجين، هايبو تنشن، مفيش ضغط، الضغط واقع، هايبوثيرميا، العيان متل يعني درجة الحرارة بتاعته واقعة، الريسبيراتوري زي ما قلنا هيحصل له ديبريشن، وده هيخليه اللي هو يدخل في حالة من الكوما، ولربما يضايق منك. تمام، ده بالنسبة للباربيتوريت. تعالوا نكمل، قلنا المانجمنت، قلنا كل حاجة. تمام، زولبيدم احنا كنا مسكنينها ايه، باربي الجميلة بنت قصيرة، اللي هي بنت قصيرة والفين الطويل. ماشي، ده قلناها يعني. طيب ندخل في الزولوبيدم. الزولوبيدم كان ايه؟ نون بنزوديازبين، مش طبعا البنزوديازبين واحد. نيجي بقى اهميه الفرق بين بنزوديازبين واحد بنزوديازبين اتنين. هنا هل هيشتغل كانكزوليتك؟ لا، غلط غلط، وممكن يوقع فيها. هو هيبنوزس، بس هو هيبنوزس وسيداتيف ماشي، بس هو كان ذاكرها هيبنوزس يعني. هو كان الترا شورت. تمام، برضو حاجه مهمه، مين الانتيدوت بتاعه؟ الفلومازينين. الادفانتج بتاعته هنلاقيه بقى اللي هو اقل من البنزوديازبين في الحاجات اللي هو بيعملها، فعشان كده هو احسن منه. واضافه كمان اللي هو ليه رابط اونست، هيشتغل بسرعه. قال لك بقى اقل في الكوجنيتيف، اقل في الهانج اوفر والتولرانس والسبريشن بتاع الريمس، يعني عشان كده هو افضل من البنزوديازبين. اخوه بقى زاليبيلون احسن منه كمان، عشان بعد ما الايفكت بتاع الجرعه يعني يبقى قليل، الدق يعني اللي هو الزولوبيدم هيبقى فيه ريزيدوال ايفكت، انما زاليبلون الريزيدوال ايفكت بتاعته هتبقى قليله، عشان كده هو احسن كمان من اخوه. تمام، وخدنا برضو كام سؤال كده. ايه الاربربيتريت اللي كان الترا شورت اكتنج؟ هو السايوبنتال الترا شورت، كان في ال هنا وفال كمان اللي هي حقنه يعني مش عارفه، فال بتاع العصايه ومش عارفه. فتمام، هي الترا شورت سايوبنتال، البن كان ألم، كان بيتاخد اي في وأناستيزيا عشان لو جل. طيب البنزو دايزبين واحد، السلكتيف اجونست اللي كان بيشتغل عليه بي اللي هو الزوربيدم، جابوا الزالبيلون، الزالبيلون برضو كان هما الاثنين نفس الموضوع. تمام، يبقى بنزو دايزبين واحد هيبنوتيك، زوربيدم على طول. الفلومازينيل كان بيبلوك ايه؟ ماشي، زوربيدم صح، جاب لنا البنزوديازبين والزوربيدام الاثنين. تمام معانا يعني، ده بالنسبه للزوربيدام وزالبيلون، الاثنين اخوات اللي كانوا نون بنزوديازبين، بس كانوا بيشتغلوا على البنزوديازبين ريسبتور. ماشي، نيجي بقى في الباسبيرون او باسبيرون على حسب انت هتقراها ازاي. قلنا ده مختلف عنهم شويه، عشان ده هيشتغل على سيروتونين ايبرشال اجنست. تمام، هيبقى
هيشتغل على البري سينابتك بالاخص، وهيبقى ليه سيلكتيف انكزوتيك، فهو اللي هو هيبقى مختلف على اللي قبله، اللي قبله كان هيبنوتك فده انكزوليتك ماشي. برضو ملوش بقى ولا هيعمل امنيزيا ولا هيعمل اتاكسيا ولا هيوقف السي ان اس ولا هيعمل ادب سي ان اس. ليه؟ دي كلها كانت حاجات خاصه بالجابا ريسبتور، ما هو ده اصلا مش بيشتغل على الجابا ريسبتور تمام. هيبقى نو 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 نو. الزولوبيدم لو تلاحظوا هيبقى ليس ليس، عشان هو مازال اصلا برضو بيشتغل على نفس الريسبتور تمام. تمام ماشي. ده بالنسبة للبوزبيرون أهم حاجة فيه اسم اللي هو السيروتونين ايه برشل أجونست، ده أهم حاجة. وسيلكتيف أنكزيت، الاتنين دول مهمين جدا في نقطة البوزبيرون يعني. سيداتيف ديس أدفانتج عذرا، اللي هو بقى تأثيره طويل يعني، بنتاخد أصلا في حالات الكورونيك يعني، عقبال ما يظبط وكده بياخد أسبوع أسبوعين، فما ينفعش حد أصلا عنده أرق دلوقتي نديله بوزبيرون، او حد عنده بريك اتاك حالا يعني نديله حاجه الاكشن بتاعها هيبدا من اسبوع واسبوعين، فهو ديليد اونست، عشان كده ما ينفعش نستخدمه في الانسوميا والبريك اتاك، زائد ان هو بيعمل نيرفسنس يعني ماشي. ماشي نيرفسنس ليه؟ عشان هو بارشل اجونست يعني مش بيعمل انكزوليتك بشكل كامل، لا هو بيعمل نيرفسنس في البدايه كده قبل ما تاثيره يشتغل، وبعدين بقى يعمل اللي هو التاثير الانكزوليتك بتاعه. ده بالنسبة للبوزيرون. تعالوا بقى نشوف المايند ماب بتاعتنا. اهو خدنا الزوربيدم، كان نون بنزو دايزبين، وهي كان هيبنوزيس في هيبنوزيس، كان الترا شورت تمام. الادفانتج بتاعته كانت رابد، ودي كلها حاجات هيقللها لسه. بصوا انت احفظوا السايد افكتس بتاعت بنزو دايزبين عشان مهمه، وقللوها هنا في الزوربيدم، واعكسوها هنا في البوزبيرو، اكتبوا جنب جنبها نوم. بس اهم حاجه تكونوا حافظين السايد افكتس بعد البنزودايزبين دي بقى، ما فيهاش كلام يعني. الزالبيرون قلنا احسن كمان عشان هيبقى ليه فيور ريزيدوال افكت ماشي. طيب تمام. هنتكلم بقى عن رامبلتون. ثواني ماشي. رامبلتون قال لك هيشتغل على ايه؟ هيشتغل على بينال جلاند، هيعمل اكشن مشابه للميلاتونين، فبالتالي هيدخله في سليب على طول. مش اصلا الميلاتونين ده البينيال جلاند كانت بتشتغل ان هي تظبط اللي هو النومنا يعني، فبتزيد افرازها لما الليل يجي، فعشان كده بتحفز يعني ان احنا ندخل في النوم بسرعه. فقال لك بالظبط هو بيشتغل مع الناس اللي عندهم دري سليب اونست، اللي هم مش عارفين اصلا يدخلوا في السليب على طول. اجونست للميلاتونين ريسبتور 1 و2 تمام، ما عندوش دراج ديبندنس، ودي حاجه كويسه اصلا عشان الميلاتونين دي حاجه طبيعيه، ف ملوش دراج ديبندنس ولا وذرو افكت، بس اللي هو ممكن يدخلنا في شويه من الخمول والتعب، وان هو سومنالانس ده على عكس انسوميا اللي هو عايز ينام يعني، فده يعني حاجه طبيعيه يعني ميلاتونين يعني حاجه طبيعيه. فتمام دلوقتي خدنا الميلاتونين. تعالوا ثانيه واحده اهو الميلاتونين. عذرا دلوقتي خدنا الرامبلتون لو بيشتغل على الميلاتونين يعني. نفس النظام قال لك ما فيش دراج ديبندنس، هيبنوتيك تمام، وبيشتغل مع الناس اللي عندهم ديليد سليب اونست، بتعمل الميلاتونين 1 و2. الادفانتج والديس ادفانتج دي بتاعت البوزبيرون. البوزبيرون زي ما قلنا بيشتغل على السيروتونين، سيروتونين احفظوا سيروتونين سيلكتيف انكزوليتك، سيروتونين سيلكتيف انكزوليتك. وكان الباقي نو بقى، نو امنيزيا، نو اتاكسيا، نو اديتيف سي ان اس، نو ادكشن. نو الاربعه ايه؟ نو الاربعه ايه اللي كانوا عند البيزوزايزين. سيداتيف الديس ادفانتج بقى زي ما قلنا مش هيشتغل بسرعه، هيبقى ليه ديلي اونست، عشان كده مش هينفع نستخدمه في الانسوميا ولا في البانيك اتاك، وبيعمل حاله من النرفسنس في البدايه كده قبل ما الاكشن بتاعه يشتغل. ده بالنسبه للبوزبيرون ماشي. ندخل بقى في الجنرال جايد لاينز بتاعتنا. قلنا ان احنا لازم ناخده مع دواء سايكاتري عشان حاله الاجيتيشن والنرفسنس اللي كان بيعملها مع ادويه كتير، وكمان دي اهم حاجه يعني كومبينيشن مع سايكاتري، مع ادويه سايكاتري يعني. تالت حاجه اللي هو نديله بدوز قليله
ولفتره معينه وفتره محدده عشان ما تدخلش في حاله من الديبندنس ولا الادكشن. تمام، يبقى دراج ابيوز والديبندنس. لما نيجي نسحبها هنعمل لها جراديوال ترمينيشن، عشان بالطبيعي هو اصلا شغال على سي ان اس، فعشان ما بيبقاش ليه ويزرول سيندروم كتيره يعني. طيب البنزودايزبين قالك بيشتغل في الانسوميا، هنديله شورت اكتنج هيدخله في حاله السليب بسرعه، حاجه كده ايه في اول النوم. هنديله انترميديت اكتنج هيمنع ان هو يصحى في نص اليوم كتير ويقلق وكده. هنديله لونج اكتنج هيظبط نومه الصبح بقى، يعني هينام براحته، وهيبقى بنديله للناس اللي هي بتشتكي من الايرلي مورنينج اويكنج، اللي هو بيصحوا بدري. ماشي، ده في اللونج اكتنج. طيب قال لك الشورت اكتنج بالاخص كان بيبقى ليها ريزيدوال انكزايتي زي ما احنا قلنا، عشان كده بنستخدم اللونج اكتنج اكتر حاجه. بنزودايزيبين لازم نظبط القرعه بتاعتها، خصوصا في الناس اللي هي عندها الليفر سيروزس، بدل ما يحصل اكيوميليشن ويحصل توكسيستي. ماشي، في الناس الالدر دي اصلا وظايف الكبد بتاعتها بتبقى قليله، فلازم برضو نظبط الجرعه، وكمان نتجنب ان هو ممكن يحصل ريسكس اللي هو في الناس الالدر دي دول اصلا ممكن يقعوا مننا اصلا، بتبقى عندهم موتور سكيلز قليله لوحدها، ما بالك انت هتديهم دواء هيقلل لك الموتور سكيلز، فلا لازم برضو نكون حريصين. ماشي، لو عندك اي اسئله واستفسارات ابعتوا لنا. لا ما انا بهزر بس يعني، وبرضو مستنيين الفيدباك بتاعكم عشان باذن الله المرات الجايه. وبس كده. وثانك يو يا شباب، ربنا معاكم يا رب يا اختي، ربنا معاكم يا رب في امتحانكم ويوفقكم. وما تقلقوش هيعدي، كل حاجه بتعدي يعني. يلا اعانكم الله، السلام عليكم.